يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه. ترحب بحضراتكم، اهلا وسهلا بكم مع انطلاقه موسم مبهج الحقيقه. صحيح ان احنا لسه ما قطعناش مشوار طويل، لكن الحقيقه مشوار اكتر من ناجح، وبالتاكيد طبعا ختامها مسك كانت اخر محطتنا خماسيه الزمالك اللي اسعدت قلوب كل الاهلاويه، ومن قبلها فوزين في او يعني فوز في بدايه المشوار في دوري الابطال اتاهلنا من خلاله للمجموعات، وطبعا بدايه قويه جدا قدام الاسماعيلي، ثم فوز امام البنك الاهلي، ثم طبعا خماسيه الزمالك اللي الحقيقه الناس مستكتره على جماهير النادي الاهلي انها تفرح بيها. يعني احنا لسه ما فاتش يمكن 24 ساعه ولا 48 ساعه المباراه وابتدت حرب الاشاعات تضرب في كل اركان النادي الاهلي. يعني انا في من ساعه ما ماتش الزمالك خلص لغايه لما قابلت حضراتكم دلوقتي سمعت كم كبير جدا من الاشاعات، كلها مرتبطه بلعيبه ماشيه من النادي الاهلي ولعيبه رفضها او رفض مستر موسيماني انها تكمل. انا مش هقول اسماء يعني عشان يعني ما زودش الموضوع، لكن ناس بتقول مستر موسيماني محدد اسماء لعيبه بعينها ماشيه خلاص هو مش عايزها في الفرقه، ولعيبه تانية خلاص تم الاتفاق على رحيلها في انتقالات يناير، وبالفعل تم اتفاق بين النادي الاهلي وبين ادارات انديه تانية عشان تبيع لعيبه معينه، ولعيبه تانية غضبانه انها ما بتشاركش. كل الاشاعات دي لا اساس لها من الصحه، وهدفها انها تربك بدايات المشوار الناجح لنادي الاهلي وتضرب حاله الاستقرار اللي موجوده في نادي الاهلي، واللي بالتاكيد هي واحده من اهم عوامل النجاح اللي بيحققها النادي الاهلي حتى في اصعب الظروف. لكن ما حدش يقدر يزعلنا، والاهلاويه فرحانين جدا على الرغم ان هم كان نفسهم وكل الناس الحقيقه بتتكلم ان احنا كان نقدر نوصل لسبعه وثمانيه ونعمل ريكورد تاريخي في المباراه دي، لكن الحقيقه الناس راضيه بالخمسه ومبسوطه جدا، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي هيكون احلى وامتع. المهم خلينا نفتح ملفاتنا وخلينا كمان نتكلم على منتخب مصر طبعا والمباراتين اللي بينتظروه امام انجولا والجابون. النهاردة